إذا كانت الشجاعة هي للرجال في المجابهات، فإن شجاعة النساء في نهضة الحسين عليه السلام نافست شجاعة الرجال قبل مقتلهم وبزتها بعد ذلك. فشيوخ أهل البيت خير الشيوخ، ونساء أهل البيت خير النساء، أما أطفالهم فقد كانوا بحق من أعظم رجال التاريخ على الإطلاق. الحسين مشروع حضارة ومنهج انتصار وخطة عمل وراية دين، فمن أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليفعل ما فعله الحسين ليخرج من ذل طاعة الشيطان إلى عز طاعة الرحمن. باختصار، الحسين قديس الأولياء وولي القديسين. الحسين دعوة حق وراية حق ومنهج حق وسيف حق ومنارة حق وشهيد حق. الحسين كله حق، وله على أهل الحق كل الحق. لم يشهد العالم إيمانا كإيمان الحسين في شهادته، ولا شجاعة كشجاعة الحسين في مواجهته، ولا بطولة كبطولة الحسين في منازلته. حقا إن الحسين فريد في كل ما تألق فيه. من دروس نهضة الحسين عليه السلام أن من لا يخشى الموت فلا توجد قوة على الأرض يمكنها أن تفرض عليه موقفاً لا يريده وعملاً لا يبغيه. نهضة الحسين عليه السلام كانت زلزالاً نسف كل قواعد الجاهلية التي اعتمدها بني أمية وحاولوا إحياءها، ولا تشبه في قوتها إلا انفجارات الكون الهائلة.